أهلا بكم من جديد. أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن الشركات العاملة في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي يتعين عليها تحليل وتفصيل الأثر المرتقب لضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات المقدمة والتخطيط المسبق لها. وبحسب الدراسة الصادرة عن شركة KPMG فخرو للتدقيق المالي، فإن ضريبة القيمة المضافة ما تزال تشكل مفهوما جديدا في المنطقة، لذلك يتوجب على الشركات والهيئات الضريبية المعنية في كل من دول مجلس التعاون أن توظف طاقما مؤهلا وتدربه على كافة المهارات اللازمة في هذا الإطار. كما دعت الدراسة مشاهدينا إلى ضرورة مراجعة أطر العمل المعتمدة الخاصة وتحديثها كي تشمل سياسات وعمليات وضوابط تمتثل لتشريعات ضريبة القيمة المضافة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف علي المحروس، مدير قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة KPMG فخرو. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية، وبداية لو تحدثنا عن ما هو نظام ضريبة القيمة المضافة. طبعا أشكركم على دعوتي على الحضور على هذا البرنامج. وطبعا آلية ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية تفرض على السلع والخدمات لما تباع من مرحلة انتقال السلعة من التاجر إلى المستهلك النهائي. نعم. وما هي آخر المستجدات حول قيام الحكومات في المنطقة بمصادقة ونشر إطار العمل الخاص بضريبة القيمة المضافة؟ طبعا لا يوجد حاليا مسوغة الإطار معلن عنه من أي دول مجلس التعاون، ولكن بعض الدول في دول مجلس التعاون أعلنت بشكل رسمي أو غير رسمي نوايا تطبيق الضريبة في يناير 2018. نعم، باعتقادك ما هي أبرز تحديات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية ذات الصلة مع تطبيق هذه الضريبة؟ طبعا هاي النوع من الضريبة بشكل عبء كبير على الجودة من حيث تجهيز سواء الأنظمة الحاسوبية أو الطاقم من الموظفين لاستقطاب الضريبة لمعالجة القرارات الضريبية واسترداد الضريبة إلى الشركات اللي تستحق هاي الاسترداد. ومن يعني جانب آخر، الشركات اللي تستلم الضريبة نيابة عن الجولة والدول مجلس التعاون تحتاج أنظمة وآلية لاستقطاب هذه الضريبة وتحويل هذه المبالغ إلى الجهات الرسمية. نعم، طبعا أخ علي المحروس سوف نتابع معكم آخر المستجدات حول الضرائب وخدمات الشركات في شركة KPMG فخرو خلال النشرات الاقتصادية القادمة. شكرا جزيلا لك. في خبر آخر، وصلت تكلفة المشاريع الممولة من قبل بنك البحرين للتنمية خلال العام الماضي 2016 إلى 59 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي محفظة التمويل لجميع البرامج التمويلية التي يقدمها البنك 47 مليون دينار. وقد أظهر التقرير الخاص بأداء المؤشرات الاقتصادية المتوقع أن تحققها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التمويل تسجيل قيمة مضافة بمبلغ 32 مليون و600 ألف دينار، واستقطاب عملات أجنبية بمبلغ 29 مليون و200 ألف دينار بحريني. كما تبلغ القيمة المتوقعة لصادرات هذه المؤسسات أكثر من 10 ملايين دينار، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية 15 مليون دينار. ومن المتوقع مشاهدينا أن توفر المؤسسات الممولة أكثر من 6000 وظيفة جديدة. وعن طبيعة القطاعات والأنشطة المستفيدة من تمويل بنك البحرين للتنمية مشاهدينا، فإن الصناعات الغذائية والصناعات التكريرية الخفيفة القائمة على النفط، إضافة إلى صناعة الملابس والأقمشة والصناعات الحديدية الخفيفة والصناعات الكيميائية، قد تصدرت قائمة المشاريع الممولة في القطاع الصناعي.
فيما تصدرت قطاعات وأنشطة متنوعة قائمة للمشاريع الممولة في قطاع الخدمات، ومنها القطاع التجاري والسياحي والمطاعم والقطاع الصحي. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.